مشاهدينا، يعني أنا معايا كمان مجموعة من الفيديوهات اللي هنشوفها مع بعض، وعايزة أقول إنه مش لازم إن أنت تبقى يعني مسلم عشان تدافع عن فلسطين، لأنه الحقيقة هي يعني قضية إنسانية وقضية احترام لأدميتنا. مش مطلوب إنك تكون مسلم قلنا لتدافع عن فلسطين، المفروض بس انك انت تكون انسان زي الفيديو اللي هنشوفه ده. An open air prison where 2.2 million people live, almost half of whom are children. They are now without food and water and electricity and fuel, and they are being bombed. They are being rained down on with white phosphorus. They are trapped. This is genocide. As Jewish New Yorkers, we are here to say not in our names. اليهود في نيويورك بيقولوا ما تعملوش ده باسمنا، ودي إبادة جماعية، وحرام عليكو الاتنين مليون طفل اللي موجودين، ومظاهر عاملين إحصائية اللي انتوا قاطعين عليهم الكهرباء وقاطعين عليهم الأكل وقاطعين عليهم المية. اليهود بيبكوا على حال فلسطين وبيقولوا لإسرائيل ما تعملوش ده باسمنا، وهم مش موافقين، بيبكوا زي ما انتوا شفتوا الدموع دي. دي كانت وقفة لليهود في نيويورك في أمريكا، بيطلبوا من إسرائيل إنها ما تعملش اللي بتعمله في فلسطين باسمهم. وده اللي أنا قلت عليه امبارح، انه الديانة اليهودية نفسها بتحرم اللي بيعملوه ده، بتحرم اللي بيعمله الصهاينة في فلسطين. ورينا الفيديو اللي بعده. العلم المصري والعلم الفلسطيني في جامعة هارفارد، في جامعة هارفارد. عشان كده بقول مش مفروض تكون مسلم علشان تدافع عن فلسطين، بس كفاية تكون إنسان. هات الفيديو اللي بعده. And not the American way. These damn bills are coming out here all the damn time. Come out here in the last second. I gotta try to figure out how to vote for my people. How ashamed of you. You should be ashamed of yourselves. I'm sick of it. Every year we give power to one person. It was not made that way in the Constitution. He was around when it was written. Now we give us, we pass rules that stop each one of us. Enough! Feel like somebody trying to be released from Egypt. Let my people go! My God, they sent me here to vote for them. They sent me here to vote for them, to argue for them. But I'm trapped. I'm trapped by rules that have been forced down our throats. Folks, we live in a democracy, but not here. But not here. So you go back and you tell your people, I'd like to do that. The speaker has so much power, so much control, and each one of us doing their districts. And have to go back and say that. And you can say on your side of the aisle, oh no, no, that's not the case. But yes, you do. All of us know you. شدتني قوي جملة أين حقوق الإنسان من الرعب اللي حصل في فلسطين. نائب أمريكي مرعوب من اللي بيعمله الإسرائيليين في غزة وفي فلسطين، وقال كلمة في محلها لما قال
انه هو او حكومته، حكومة امريكا، حكومة منافقة. وانا عايزة اضيف الحقيقة انهم مش منافقين، هم مجرمين حرب، تجار باسم حقوق الانسان على حسب مصلحته. نزلوا الفيديو اللي بعده. ده يا جماعة فيديو طلعوا على مبنى تشيفيلد في بريطانيا وشالوا علم إسرائيل كنوع من التضامن البلدية، وتضامنت مع الواقفين ومتظاهرين وخدوا العلم ورموه من فوق. العالم كله يا جماعة مع فلسطين، هو ما فيش غير بس المجرمين هم اللي مش مع فلسطين. كنت لسه بكلمكم على جرائم الاحتلال، والإعلام الإسرائيلي بيقول دلوقتي إنه جيش الاحتلال بيستعد لدخول غزة بريا. كملوا يا جماعة الفيديو. What brought you here today? Why did you come here today? I'm just absolutely horrified at what's going on. It's genocide. Our government's very guilty of what it's doing, and the Labour Party is not doing anything to speak up about it. It is horrific. It's just horrendous. But there's so many people here, and it's a wonderful atmosphere, and lots of families. It's great, great atmosphere. To try and make some impression on our government and on the world to do something about this horrible situation. Thank you. So what do you want to say to the Palestinians? I'm just so sad. I just feel so sad. I want to cry. I'm sorry. I just feel so sad. I want to cry. I'm sorry. تقول له أنا حزينة، عايزة أعيط، عايزة أبكي. ده فيديو تاني بيقول انه برضو مش لازم تبقى مسلم عشان تدافع عن فلسطين. دي ست كبيرة جاية تقول في مظاهرة في اوروبا، تقريبا هي امريكا، بتقول انه اللي بيحصل ده جريمة وتطهير عرقي، وبكت لما يعني افتكرت اسم فلسطين لانه بالنسبة لها معناه جرائم الاسرائيليين. والله انت بتبكي واحنا كمان بنبكي من جوانا من اللي بنشوفه كل يوم بيحصل في اخواننا في فلسطين. نزلوا لي الفيديو اللي بعده. This will be my last video. Everybody from Gaza is moving towards where we are. 1 million people. No food, no water. And still they're bombing them as they leave. Where are we going to put them? But my thought is all these people in the hospital cannot be evacuated. Where's humanity? Where's people's hearts in the world to let this happen at this day and age? And may God help us. مين يا جماعة؟ زوجة مين؟ كان مكتوب أنا ما خدتش بالي. دي زوجة حد عنده بوست. هاتها كده من الاول يا تامر، محدش فيكو خد باله؟ والدة زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي، انتوا واخدين بالكو يا جماعة؟ بتقول انه يعني هي متأثرة من اللي حاصل، وبتقول انه الناس دي هيودوها فين؟ يعني ولا في مستشفيات، ولا يمكن ان هم يدخلوهم مستشفيات، وفين الإنسانية، وفين قلوب الناس، وازاي العالم يعني سايب الناس دي تعمل كده؟ فبتقول لك ربنا يساعدنا.